أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل فعل المصطفى للندب إن لم يقترن بفعل أمر فاستبن. نعم، نص القاعدة يقول: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب إلا إذا اقترنت بأمر قولي فتفيد ما أفاد القول. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب إلا إن اقترنت بأمر قولي فتفيد ما أفاد القول، يعني بمعنى أن القول إذا أفاد الوجوب أفاد الفعل الوجوب، وإذا كان القول يفيد الندب فالفعل يفيد الندب. هذه القاعدة فيها خلاف طويل بين الأصوليين، ليس هذا موضع تحريره، لكن ما عقده الناظم عندكم هو القول الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل لنا مشرعاً، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب، نحن نأخذ التشريعات من أي شيء؟ أحياناً نأخذها من أقواله، وأحياناً نأخذها من أفعاله، وأحياناً نأخذها من تقريراته، بل ونأخذ التشريع من تركه. كل فعل توفر سببه ولم يفعل فالمشروع تركه، إذن أخذنا الحكم من تركه. فأحياناً تكون السنة قولية، أحياناً السنة فعلية، أحياناً السنة إقرارية، وأحياناً السنة تركية، ولكل واحدة قواعد مشروحة في غير هذا الموضع. الآن ليخصنا السنة الفعلية، ماذا يفيد إذا فعل فعلاً؟ هل يفيد الوجوب ولا يفيد الندب والاستحباب؟ الندب. نقول الأصل أن جميع أفعاله تفيد الندب، جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال يفيد الندب، إلا ذلك الفعل الذي اقترن بأمر قولي فإن الفعل حينئذ يفيد ما أفاد القول. هذا تأصيلها، لكن أما تطبيقاتها فكثيرة. من هذه التطبيقات مثلا، جلسة الاستراحة فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يقرن بأمر قولي باعتبار خصوصها، لم يقل اجلسوا بكذا، فإذا هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكم جلسة الاستراحة أنها مندوبة، فيسن للإنسان أن يجلس للاستراحة لا على وجه الدوام والاستمرار، وإنما أحياناً دون أحيان، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رفع اليدين في المواضع الأربعة أيضاً فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعاله تفيد الاستحباب، لقط الحصى من المزدلفة أيضاً فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تفيد الاستحباب، وهكذا دواليك في جميع التعبدات، كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد الاستحباب. طيب، أوليس الركوع فعل فعله؟ الجواب بلى، ولكن مقرون بقوله اركعوا واسجدوا ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إذن هو فعل مقرون بقول، فعل السجود نفس الشيء، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود وقيام على ما ورد الأمر به في حديث المسيء في صلاته، نقول إنها تفيد الوجوب. لما؟ لأنها أفعال اقترنت بقول فتفيد ما أفاد هذا القول فتفيد الوجوب. الآن سؤال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج قال إيش؟ إيش يقول الكلمة المشهورة؟ لتأخذوا عني منازلكم. إذا صار فعل الطواف واجب لاقترانه بإيش؟ بهذا القول. ثم سعى، وسعيه فعل من الأفعال، لكن قال لتأخذوا عني مناسككم، إذن فعل مقرون بقول فيفيد الوجوب. وكذلك جلس في عرفة حتى غربت الشمس، وبات بالمزدلفة، ورمى الجمرات، وكل فعل فعله في الحج يقول لتأخذوا عني مناسككم، إذن الأصل في أفعال الحج أنها على الوجوب إلا بقرينة أو إجماع يصرفه عن بابه. هذه القاعدة جميلة جدا، أفعال الشارع تفيد الندب والاستحباب إلا بأمر قط. ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر؟ ماذا كان يفعل؟ يضطجع على شقه الأيمن، والأحاديث في هذا كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها. اسمع، ما حكم هذه الضجعة أيها الفقهاء؟ ما حكمها؟ هنا اختلف العلماء اختلاف طويل. ابن حزم جاء وقال فرض، ومن لم يسجد ومن لم يضطجع فلا تقبل منه صلاة الفجر.
ابن حزم ذا يقول ما عنده يمين يسار فرض. وإذا لم يضطجع ما صحت صلاة الفجر. قالوا ليه يا ابن حزم؟ قال لأنه وإن كان فعلا إلا أنه مقرون بأمر قولي في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح ترى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. إذن ليست القضية قضية فعل، بل هو فعل مقرون بإيش؟ بقول. وأنا مع ابن حزم في هذا إلى هنا، لكن لو لم نجد صارفا يصرف هذا الأمر عن بابه لقلنا بوجوبهما. وهل ورد له صارف؟ الجواب نعم ورد له صارف، وهو عدم اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة وأبي هريرة أنه أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر ولم يضطجع بين سنتها وفريضتها، فلو كان الاضطجاع بعد الركعتين واجبا لفعله. إذن لو لم يفعل هذا لقلنا بما قال به ابن حزم. ما أدري أنتم معي ولا لا؟ واضحة؟ السنة القبلية والبعدية هل أمر بها؟ الجواب لا. كان يصلي أربعا قبل الظهر فعل، وركعتين بعدها فعل، وركعتين بعد المغرب فعل، وركعتين بعد العشاء فعل، كان يوقعها في بيته فعل، كلها تفيد ماذا؟ الندب والاستحباب. فإذا متى ما رأيت الفعل مجردا عن القول فاحكم عليه سريع شرعا أنه مندوب، وإذا رأيته مقرونا بقول فأعطه حكم هذا القول، فإن كان القول يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب، وإذا كان القول يفيد الندب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الندب. بقي مثال أخير وهو ركعتا الطواف، ما حكمهما؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وقول جماهير العلماء أنهما سنة وهو الحق إن شاء الله، لكن كيف يكون هو الحق وقد أمر الله عز وجل بهما في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ إذن هو فعل مقرون بقول، أليس كذلك؟ فما الصارف؟ الصارف هو ولا خلوه واجب عليكم؟ يلا واجب عليكم أسألكم عنه بكرة، إيش فيكم ما تبون واجبات؟ أحولكم للمدير، هذا هو واجب عليكم بكرة، خلنا نشوف اجتهادكم فيها. ما الذي صرف ركعتي الطواف عن القاعدة العامة وهي أن الفعل المقرون بالقول الواجب يفيد وركعة الطواف فعل فعله لكن مقرون بقوله واتخذوا، فما الذي صرفها وقلت بأنها مستحبة؟ واجب عليكم بكرة. فإذا نخلص من هذا أن جميع أفعاله تفيد الندب. وأي أفعال أعني؟ أعني الأفعال التشريعية، لأن هناك أنواع أخرى لفعله صلى الله عليه وسلم، فهناك الأفعال الجبلية وقاعدتها تقول الأفعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها ولكن حكمها في نياتها وهيئاتها. فالغائط في ذاته فعل فعله، لكن ما يروح واحد للدور الثانية يقول أبو رحمة أتبع الرسول في السنة، لا، الغائط له حكم باعتبار نيته أنك تريد أن تتخفف من جسد من هذا الغائط حتى يصفو جسدك لطاعة الله، وهيئته بمعنى أن تدخل على صفة التي دخل وأن تجلس على صفة التي جلس. فإذا الأفعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها لكن لها حكم في نياتها وهيئاتها. النوم في ذاته ليس بمشروع تشريع إيجاب أو ندب، هو مباح مع أن فعل فعله رسول الله، لكن هو لم ينم لأن النوم سنة وإنما لأنه عادة وطبيعة وجبلة فطرة. كيف نجعل النوم طاعة؟ بنيته وهيئته، بأن تنام لتتقوى على طاعة الله وأن تتوضأ وتنام على جنبك الأيمن وتذكر الأذكار. فإذا المباحات تنقلب عبادات بالنيات والهيئات، المباحات تنقلب عبادات بالنيات والهيئات. انتهينا من هذا. وهناك فعل آخر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو فعل فعله لموافقة عادات قومه، فقد كان يلبس كما يلبسون ويعتم كما يعتمون، وكان يبني بيوته من المادة التي قومه
يبنون بها، ليس كذلك؟ وكان يركب ما يركبون، فكيف أتبعه في فعله هذا؟ أن توافق عادات قومك، فمن وافق عادات قومه فقد اتبع السنة. إياك أن تركب حماراً الآن ثم تقول لقد ركب رسول الله عفيراً حماره، لأننا سنقول للحمار اركبه، لأنه في عقلية حمار، هذا خطأ. ركب الحمار لأن قومه هذا مركوبهم. الآن السنة ركوب السيارات، إذا ركبت السيارة فهي سنة. ويا ليت أصحاب المعارض يسمعونني، يقول والله جزاه الله خير، حتى ركوب السيارات سنة، إذن سيشتري الناس كثيرا ونعطيه هدية إيش؟ ما أنا بعرف اسمها إيش؟ ما أدري عنها، المهم سيارة حلوة بيضة وجميلة ودرك سنين ومرات بهواء. يجينا طالب صغير ويعتم، فنقول له يا حبيبي ليش لماذا تلبس العمامة يا حبيبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتم يلبس العمامة. فجيت تقول له ببساطة عشان تقنع، تقول هل كان يعتم لأن العمامة في ذاتها هي السنة، ولا لأن قومه كانوا يعتمون وكانوا يغطون رؤوسهم بهذا النوع من الغطاء؟ السنة هي تغطية الرأس، لكن نوع الغطاء ها يرجع فيه لعاد. إذن لبس الغترة هي السنة، لبس الثوب الآن هو السنة. لما صار سنة؟ ليست سنة عينية ذاتية، وإنما سنة للموافقة. فإذا هناك أفعال فعلها لموافقة عادات قومه. الآن ما رأيكم في إنسان جاء يبني بيته من الطين؟ طبعا يبي يبني تواضعا، جزاه الله خير، لكن احنا تشريعا تشريعا يبي تواضع بكيفه، شو لا يتعب في البناء يحط خيمه وبس، أعظم تواضع، تواضعا بكيفك. لكن كونك تفعله وأن تعتقد أنه هو المشروع، فنقول لا، السنة الآن أن تبني بالبلوك والإسمنت، لأن قومك الآن هذه عادته بنائهم. شفتوا كيف يفهم الدين؟ الآن في بعض الناس الآن في زمننا هذا يركبون حصان ويركبون حمارا ويمشون في أسواق الناس، يرفضون دخول الثلاجات في بيوتهم، لأنها ما كانت على عهد رسول الله ثلاجات، صحيح؟ يرفضون الفرشة ذي، يصلون على الحصباء، لأن مسلم كان يسجد على الماء والطين. والمشكلة ما يفعلونه تواضعا، يفعلونه إيش؟ تشريعا، وينكرون على غيرهم إذا لم يفعل. هذا خطأ كبير يا جماعة. فإذا أنت تركب ما يركبه قومك، تلك السنة، تغطي رأسك بما يغطي به قومك عادة، هذا السنة. تأكل ما يأكله إيش؟ قومك. ترى الرز الآن سنة، دق في الرز ابشر بالخير، سنة، هذا مأكول قومي. وين الأخوة المصريين؟ فول وطعمية، هذا سنة عندكم في مصر. وين الصيادية؟ وين الصيادية هالجدة؟ إيه هذا يا أخي، والله لو فهم الدين بهذه الطريقة أحببنا ديننا يا شيخ. في بعضهم يعقد الناس، في بعضهم تعقيد، كان يضيق عليك واسعا. هذا الدين، البس ما تشاء مما يلبسه قومك، أركب ما تشاء مما يركبه قومك، ابني ما تشاء، حط شربة، حط قبة، ابن مما يبني به قومك، ما في مشكلة عندك. لكن إياك أن تلبس ثوب فخر، وثوب الشهرة هو اللبسة المخالفة للعادات. كل من خالف عادة قومه في لباس فقد اتخذه ثوب شهرة، سواء شهرة الدناءة أو شهرة الفخر والخيبة. أنا ما أدري عنكم، أنتم تعاينوني ولا أدري ماشي معي ولا لا. بقينا في فعل آخر وهو الأفعال التشريعية التي بنى مضى حكمها. إذن أفعال طبيعية جبلية قاعدتها المباحات تنقلب عبادات بالنيات والهيئات. أفعال فعلها من باب إيش؟ موافقة العادات. فالسنة فيها إيش؟ موافقة. متابعته في أعيانها؟ لا، متابعته فيما وافق عادة القوم، ما لم تكن عادة القوم مخالفة للشريعة. وأفعال تشريعية الأصل فيها الندب والإباحة، إلا إذا اقترنت بأمر قولي فتفيد ما أفاد. إخوان صارف، لا هذا الواجب، هذا لا واجب، لبس ايش؟ اي خلاص يصير من جمله في عادات اهل مصر، يلبسون البنطال ما في مشكله، يلبسون ما يلبسوا قومهم. لكن الحين ما في بطلون يقد علينا. ليس في عرف اهل مصر
تغطية الرأس ما في مشكلة. في العرف الباكستاني الطاقية المزركشة ذي تسطع في وجهك أول ما تجي على طول، حلوة ذي ألبسها. الطربوش في العرف الشامي مثلا، الطاقية مبرنيطة في العرف التركي، كل يغطي رأسه بما جرت عادة قومه أن يغطوا رؤوسهم. لا تكلف، لا تتكلف شيئا غير ما يفعله قومك، لا تشذ عن قومك بملبس ولا بمطعم ولا بناء ولا بمركب. خلك مع الناس. أنا يعجبني رسول الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم، هذا النبي الكريم، كان يأتي الأعرابي يقول أيكم محمد، سبحان أيكم محمد، مجموعة موجودين ورسول الأمة بينهم معرفة، لم يكن يتميز، لم يكن يتميز عنهم لا بمجلس ولا بكرسي ولا بكرسي، لم يكن يتميز عنهم بشيء. والله هذا أنتم اللي حاطينه، أنا بشرح له وقف له مضطجع. فيقول أيكم محمد، معقولة ذي؟ معقولة ذي؟ أيكم محمد؟ ما عرفته؟ ما عرفته؟ حتى يشير ذلك الرجل الأبيض المتكئ، هذا دليل على أن ما كان يتميز عن قومه في عاداتهم ولا تقاليدهم في أي شيء.